أنا بنفسي قتلت إيراني، عدمته اللي سبب وكان يقود وحرق مخازن التموين لمحافظة البصرة جميعها. شنو يعني تفسيرك لكلمة الإيراني؟ يعني شنو الإيراني؟ إيراني الأصل، إيراني الجنسية. كان يعمل في البصرة، متزوج من مدينة البصرة، لم تغادر زوجته معه، وأشاروا للموجودين في ساحة سعد الموقوفين، قالوا إيه هذا اللي قادنا، لأن أنا كنت أدور عليه حقيقة. قلت لهم من هل يعترف عليه وأطلق سراحه. 36 واحد اللي أطلق سراحهم وانطيتهم أوراق عدم التعرض وعفيتهم، حتى من قتلوا أو حرقوا مؤسسات وقتلوا رفاق وموظفين. نعم. لا يعني قصدي الإيراني تفسير. إيراني الأصل. إيراني الأصل. وإيراني الجنسية. لأن أكو وثيقة من الوثائق. وإيراني القومية. بس دقيقة، أكو وثيقة من الوثائق اللي عرضتها هيئة الدعاء العام، مكتوب بها أنه الإيراني يعني حتى المسفرين العراقيين اللي كانوا عايشين بالعراق. إيراني الأصل. حتى الأسرى اللي باقين هنا. لا لا أرجوك. إيه مو أنا أريد لا أرجوك. تفسيرك للإيراني شنو؟ إيراني لا يعرف إلا القليل جدا عربي. نعم. إيراني الجنسية وإيراني القومية وإيراني الولادة، وكان يعمل بالبصرة وتزوج من مدينة البصرة، وكان عمه وياه أبو مرتو اللي هو أول واحد قال لي إيه هذا ترى اللي ثبرني، وجاي يريد مرته وما أعطينا إياها، وهيك سوى وهيك كذا، واعترفوا عليه أنا اللي نفذ. طيب ساحة سعد؟ ساحة سعد. نعم. هذه صارت قصص عليها كثيرة. ها هو شخص واحد. نعم. يشهد الله ليس غيره. زي. كل هاي القصص على ساحة سعد هي مبنية على حادثة واحدة، وأنا كنت أبحث عنه جديا جديا. هذه إفادتي سيد رئيس المحكمة. نعم. وأنا دافعت عن بلدي، ودافعت ضد الغزو الإيراني اللي حاول أن يحتل، مثل ما صارت له فرصة الاحتلال فيما بعد، والله يجازيهم، وأنا حاضر لأي إجابة. شكرا لكم. نعم. نعم.